أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا، نحاول من خلالها أن نسلط الأضواء على آخر مستجدات الشأن العراقي. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور مظفر الطيب، المتحدث باسم المشروع الوطني العراقي. سيد الطيب مرحبا بك يا طيب. شكرا جزيلا، مرحبتين، حياك الله. خلينا يعني ربما يعني هو ليس بجديد، قبل 4 سنوات تحدث السيد العبادي عن عملية مكافحة الفساد. بلي. وكل هناك ينطينا التصريح، والآن إحنا في نهاية الدورة، يعني قبل في زمن الخلفاء في زمن السلاطين كان أي أول سلطان يستلم لازم يغزو، فإحنا سيد العبادي هم ينخوش الشر عنا يا شارع، أول ما يستلم لازم يقول سأكافح الفساد، وقبل ما يختم يقول سأكافح الفساد وهكذا. هل تتصور من أنه السيد العبادي النية مالته نية صادقة وليست هناك إمكانية لتطبيقها، أم أنه النية هو سأكافح الفساد أعطوني ولاية ثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك ولمشاهديك الكرام. الحقيقة تصريحات السيد العبادي خاصة فيما يتعلق بالفساد، الحقيقة هو أثبت بالدليل القاطع أنه محاربة الفساد محاربة أقرب ما تكون إلى الصورة من التطبيق. وللأسف الشديد بدأ في أولى خطاباته أمام مجلس النواب عندما تحدث عن 50,000 فضائي، والعراق جميعا استبشر خيرا في أنه سيكافح هذه الظاهرة أو بالأحرى هذه الآفة التي تجتاح القوات المسلحة سواء كانت الداخلية أو الدفاع. ولكن للأسف الشديد إلى هذا يومنا نجد الكثير من الفضائيين، وأنا وأنت من العراق ونعرف أنه فلان وفلان لم يداوم وبالتالي يأخذ راتب الأمر وما شابه ذلك، بما معنى أن عملية محاربة الفساد هي لا أريد أن أقول ليست حقيقية 100%، ولكنها بالحقيقة يعني نستطيع أن نقول أنها هي من الأوراق الرابحة في هذا الوقت بالذات للوصول إلى ربما إلى ولاية ثانية. العملية عفوا بالمقاطعة، خلينا ناخذ مرحبا. العملية الانتخابية اللي صارت مشكلة لجنة وأثبتت اللجنة أنه أكو فساد. نعم. على أثرها يقدر يقول لنا رئيس الوزراء من اللي زور؟ قبل أن أجيبك على السؤال، حقيقة سألت حضرتك في البداية على أنه هل هو نوايا صادقة أم غير صادقة. الحقيقة هذه مسألة النوايا لا أستطيع لا أنا ولا أنت ولا أي يعني ما تدار دولة بالنوايا، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن النوايا يعني لكل امرئ ما نوى غيبية، يعني لكل امرئ ما نوى، فبالتالي عملية أنه نستقرأ النوايا أنا أعتقد هذا عملية جدا يعني جدا صعبة علي وعليك. ولكن على أرض الواقع، على أرض الواقع السيد العبادي منذ بداية استلامه لرئاسة مجلس الوزراء وللآن هو يتحدث عن محاربة الفساد، وللأسف الشديد لم نجد أحد سوى شخص يعني قبضوا عليه الانتربول وقدم للعراق، وايضا السيد عبد الفلاح السوداني، ولكن لا ندري اين ذهبت بهذه بالمحاكمه للسيد عبد الفلاح، وهل هم مسجونون هذا لا ندري، ولكن على اقل تقدير في الاعلام ظهر السيد عبد الفلاح مسك في بيروت وبالتالي رحل الى بغداد، وايضا احد العاملين في البنوك ايضا رحل الى بغداد. ولكن عمليه الفساد في العراق عمليه جدا كبيره وواضحه، والحقيقه المثل الشعبي يقول من فمك ودينك. السيد العبادي قبل دخول يعني قبل دخول تغيير المفوضين للمفوضية وانتداب القضاة التسعة تحدث بالفم الواضح والمليان من أنه المخابرات والداخلية ولجان خاصة وجدت أنه هناك عملية فساد كبيرة في عملية التحقق من النتائج الانتخابات، وبالتالي هذا أمر الفساد أحال إلى مجلس النواب، ومجلس النواب على أثر ذلك قام بإقالة أو رفع يد المفوضين وبالتالي استبدالهم بالتسعة. ولكن مع هذا وذاك الآن أنا نقرأ المشهد الآن، هو يوم أمس واليوم انتهت عملية العدو الفرز، وكل الشواهد وكل الدلائل تشير على أنه ليس هناك تجاوزات كبيرة وليس هناك فروقات كبيرة، حتى الأمر اللي ربما سوف يصل بالدولة إلى أن تعتذر للمفوضين
السابقين من أنه هناك تطابق تام ما يتعلق بالعدو الفرز، بما معنى نعم. أنه إذا كان هناك فساد وذهبنا من جراء تلك اللجنة وذلك الفساد إلى الاتيان بقضاة 9 آخرين، وبالتالي بعد العدو الفرز مع أنه مجلس النواب أقر في أنه يكون العدو الفرز كلي، ولكن القضاة وجدوا من العدو الفرز الجزئي أمر ربما أهوى. ليس فقط هذه، يعني أنت بالنسبة لك شككت في مفوضية من أنه زورت وتعزلها وتعترف بالنتائج اللي طلعت بها هذه المفوضية، شلون يصير؟ شوف الحقيقة يعني خليني أتحدث، يعني احنا موضوع الفساد والفساد اللي يصير بالعملية الانتخابية اللي هي رأس الهرم في العملية السياسية. لا مو انا مو هو يعني سؤالك والحديث نعم. بهذا الموضوع به يعني عديد من نعم. الأفرع، والحقيقة الفرع الرئيسي هو الفرع الاستراتيجي اللي يخص العراق كعراق كامل. لو جزأنا عملية التزوير في العدو، عملية التزوير بشكل عام بالانتخابات طبعا كبيرة في يعني يعرفها القاصي والداني نعم، وعملية الحرق التي حصلت في جانب الرصافة أيضا عرفها القاصي والداني في أنه هي عملية يعني دبرت، وحتى السيد رئيس الوزراء ظهر في اليوم التالي من الحرق وقال أنه هذه العملية قد دبرت وهناك أناس مسؤولين، وبالتالي في البداية سجنوا 4 وبعد بالتالي صار 14 أحد هم اللي عمل على حرق ولحد الآن إحنا بالنسبة أن نريد أشخاص، الصوت المن؟ الصوت مو صوت المواطن؟ يعني حضرتك إحنا إذن جانب، يعني الجانب إحنا المجني علينا هذا صوتنا، غير أعرف المن سجنت من اللي وراها هو. أنا خليني أجيك يعني نعم. أنه يعني سيد رئيس الوزراء هو الذي قال أنه هنا هذا العمل هو عمل مدبر وليس هناك يعني يعني ما يسمى بالصدفة تماس كهربائي أو ما شابه ذلك، لا قال أنه هذا عمل مدبر وبالتالي التحقيقات ثبتت بأنه هذا عمل مدبر ماشي. الآن اللجنة عزلت صناديق الرصافة كلها أي. وبالتالي لا تستطيع لأنه الصناديق احترقت وأجهزة العد أيضا هم تلفت، وبالتالي لا يمكن أن يستطيعوا أن يعرفوا من فاز ومن لم يفز، وبالتالي هذه عملية فقط هذه القضية لازم هناك إعادة، إذا ردنا إنصاف العدل إعادة على أقل تقدير منطقة الرصافة في عملية الانتخابات، وهذا أعتقد أنا أعتقد بوجهة نظري متواضعة أمر جد صعب. ليش؟ لأنه الساحة العراقية الحالية وهي على كف عفريت للأسف الشديد، خاصة لا سيما بعد خروج الجماهير العراقية المنتفضة المحقة في المظاهرات التي اجتاحت العراق شمالا وجنوبا، يعني أجبرت كل القائمين على العملية السياسية الاستسلام إلى أنه الآن علينا أن نقتنع بما ستؤول إليه العدو الفرز، وبالتالي يعني مثل ما يقول المثل الشعبي انطبطوا بالموضوع، ربما صوت هنا ربما صوت هناك، وبالتالي نستكين إلى إخراج نتائج بأسرع وقت ممكن، لأنه البقاء على هذا الوضع أنا أعتقد هو ليس بصالح العام للاستراتيجية العراقية. استراتيجية العراقية أقصد بها المظاهرات، كل الوعود التي تقدم من قبل السيد رئيس الوزراء ومن قبل الحكومات المحلية هي وعود الحقيقة وعود معلقة بالهوى، لأنه بالأصل لا توجد هناك في الموازنة هناك سقف مادي، سقف اقتصادي، سقف تشغيلي، سقف وظيفي للوعود التي أطلقها السيد العبادي. خلينا نحكي بموضوع اللي راح يحيلهم، لأنه إحنا أيضا نحاول نتصل بمستشار رئيس مجلس الوزراء، يقول لك 3 وزراء و12 مدير عام ومصرف أهلي أحيلوا على هيئة النزاع على خلفية فساد في عقود المدارس. تتذكرها قبل سنين طويلة قبل السيد العبادي ما يجي، زين مشكلة العراق كل هذا الفساد البوق، فقط 3 وزراء و12 مدير عام ومصرف أهلي هم اللي حطموا العراق؟ هذا اللي تحدث عنه حضرتك، هو كان في حينها السيد
خضير الخزاعي هو وزير للتربية، وبعد هذه مباشرة يعني بعد ما كان وزير للتربية أوتي به وأصبح نائب رئيس للجمهورية. أي صحيح. وقبض 4 سنوات هو نائب رئيس للجمهورية، وقبلها هو صديق السيد العبادي في النضال في حزب الدعوة. نعم، هو قطعا صديق، يعني هو يعني هي صديق ومناضلين من يعني هو قطعا هي الامر الان، يعني هذا امر مفروغ من عنده، يعني هم الان يعني الكل صحبه والكل جاءوا بسله واحده وب يعني مثل ما يقال سله واحده وتوزعت المناصب. ولكن يقول انه هذا تحديدا هذه وزاره التربيه والعقود المدارس كانت في زمن السيد خضير الخزاعي، بعدها صار نائبا لرئيس الجمهوريه، وبعدها طبعا هذا الموضوع تتحدث انت على 8 سنوات مضت. أيه. الان السؤال اللي يطرح نفسه هو الان فساد عظيم بالعراق، هو الان فساد للقائمين على العمليه السياسيه وعلى الوزارات وعلى المنظمات وعلى الهيئات المستقله فساد عظيم. الان يعني لماذا نذهب إلى الماضي ونستحضر؟ وهو طبعا بالمناسبة كل الذي يتحدثون عنهم هم خارج العراق. لا خلينا يا سيد العبادي نحكي عن، خليني فقط أشكرك السيد حسين الجاف المحلل السياسي من بغداد. أستاذ حسين الجاف مرحبا بك. أهلا بكم ومرحبا. حياك الله أستاذ حسين. يعني نتحدث يعني عن مفاجأة السيد العبادي وهديته للشعب العراقي في مكافحة الفساد، يعني راح يقول انه سيتم احالة 3 وزراء و12 مدير عام ومصرف اهلي الى هيئة النزاهة. طيب هو توقف الفساد واحنا دا نحاول ننبش بالماضي، اللي هو الفساد موجود حتى في زمن السيد العبادي. شكرا جزيلا. الحقيقة اول ما اجى السيد العبادي الى رئاسة الوزراء وعد الشعب العراقي بأنه سوف يتبع سياسة جديدة ويكشف عناصر الفساد التي استشرت في وزارات السابقة، وكان يقصد بها وزارة السيد المالكي الذي تولى رئاسة وزراء العراق لدورتين متتاليتين. العبادي ما أدري شنو المقصود من هذه، هل إثارة ضجة وعنده نية حقيقية في مكافحة الفساد المستشري في كل الوزارات، في وزارة الدفاع، في وزارة النقل، في وزارة الخارجية، في وزارات كثيرة. ما أدري، أنا أخاف هاي المسألة راح تكون من مثل مسألة الماكارثية اللي كانت موجودة أو مستشرية في الولايات المتحدة بين عامي 1952 و 1957 لما ظهر الجنرال ماك آرثر وقام يهدد القوى الوطنية والتقدمية هناك من اليسار ويقول هناك قائمة في جيبي متى أعرضها على الجمهور وأجرجر واحدا واحدا من الممثلين والفنانين والأدباء والسياسيين المتعاطفين مع التغيير وأقول إن هؤلاء الشيوعيون. وبعدين الله خلص المجتمع الثقافي الأمريكي والأوروبي من عندما صارت بجلطة بالدماغ ومات. هذه أنا أخاف هذه المسألة تكون مثل مسألة الماكارثية، أنه القائمة في جيبي وأنا سأقدم وفلان وفلان من الناس، ولربما سيقدم البعض منهم كبش فداء لكي تتم تغطية على الآخرين. أعتقد مكافحة الفساد ما تصير من خلال قنوات الإعلام أو التصريحات التي يتقدم بها المسؤول، لا، وإنما تتخذ الإجراءات وترسل القوائم إلى النزاهة أو الحاكمية، حاكمية النزاهة، وبعدها يكتشف الشعب أن هناك إجراءات قانونية. هذا الإعلان أنا أعتقد ليس من صالح العدالة وليس من صالح الجهات التي تتهم، ولربما يثبت القضاء عكس هذا. ومن الخطأ أن نحصر هذا الفساد المجموعة الحكومية التي جاءت إلى الحكم بعد التغيير في 2003 بقائمة واحدة يصدرها. طيب يعني أستاذ حسين، يعني مارك آرثر كان يحاول يبتز أو يضغط على هذه الجهات، السيد المالكي السيد العبادي شو يريد؟ يعني يبتزهم تعالوا خلوني يعني رئيس وزراء لدورة ثانية لو أفضحكم؟ هو الحقيقة الرجل الآن حدوده
يعني حظوظه في الحكومة القادمة ليست بالمستوى الذي يطمح فيه شخصيا، لأن الكثير من الجهات هي صحيح الجهات تقول احنا ما عندنا، كثير من الجهات بما فيها الكردية تقول ليس لدينا خط أحمر على رئيس الوزراء القادم، ولكن أعتقد إذا دققنا في ما وراء الأخبار نرى أن الكثير من الجهات تضع خطا أحمرا على شخصية السيد الأبادي نفسه. أعتقد هذه ما أدري جولة من حملته ليتولى وزارة الوزارة العراقية مجددا. طيب خلينا ننتقل إلى دكتور مظفر الطيب المتحدث باسم المشروع الوطني العراقي. دكتور مظفر يعني يعني سحب يد رئيس وزير الكهرباء. نعم. طيب وزير الكهرباء 4 سنين قاعد بصفه وماكو كهرباء، بالأخير اكتشف أنه يعني ترى ماكو كهرباء. طيب خلينا نفترض أنه قراره صحيح، خليه يصد على الجانب الآخر، وزير الصناعة قاعد بصفي وأكو صناعة، وزير الزراعة طماطم الخيار منين بدنا نجيبها؟ مو نستوردها؟ شو عندك قاعد يمي؟ وكذا 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 وكذا، ويرجع خليه يسأل نفسه وأكو دولة؟ لا شك يعني القرارات الأخيرة خاصة برفع يد وزير الكهرباء هو يعني رد فعل للجماهير الغاضبة واللي يعني قلة الخدمات في تقديم الكهرباء للعراق بشكل عام، هذا أمر طبيعي. والحقيقة يعني رفع يد السيد وزير الكهرباء في هذه الفترة بالذات، وأنه والحكومة هي أشبه ما تكون حكومة تصريف أعمال، هذا أمر يعني لو كانت الحكومة في أولها لما تجرأ السيد رئيس الوزراء أي استراتيجية كبش الفداء يعني، وهذا أمر يعني متفق عليه، يعني مو الأمر جدا يعني ماخذ حظوة كبيرة، لأنه أنت خارطة الوزارات سوف تتغير بعد يعني أيام، إذا كثرت بعد شهر يعني هذا أمر طبيعي يعني. ولكن أنا أقول يعني عملية الفساد في العراق هي عملية ليست جديدة، لا في زمن العبادي ولا في المالكي ولا حتى من قبل، حتى نكون يعني صادقين. نعم. ودليلي في ذلك أنه النزاهة يعني أربع رؤساء لهيئة النزاهة، أربعة استقالوا، الأول راضي الراضي ذهب لأمريكا وهرب يعني بجلده، الثاني قبل رحيم العقيلي أحد بالسماوة بالسماوة، ورحيم العقيلي في تركيا أيضا هم يعني ما بين ذاهب وما بين، والسيد حسن دكتور حسن وهو يعني هو من رحم حزب الدعوة، وهو من رحم المجموعة، وهو من رحم الناس، ولكن مع هذا وذاك لم يستطع مقارعة الفساد المستشري، ووجد هناك تباطؤ وهناك تلكؤ وهناك حيتان لا يمكن الوقوف ضدهم، وبالتالي قدم استقالة، بما معنى أن السيد رئيس الوزراء يعرف تماما حجم الفساد. ليس السيد رئيس الوزراء بالمناسبة، أبسط مواطن في العراق يعلم حجم الفساد في العراق، وإلا بماذا تفسر يعني علة الكهرباء العظيمة في العراق إلا لأنه وراءها فساد عظيم، بما معنى أنه جميع الإجراءات التي سعى لها السيد رئيس الوزراء في هذه الفترة هي الحقيقة ذر الرمال في العيون، لأنه الحشود الجماهيرية الخارجة الغاضبة لقلة الخدمات وهي من حقها الطبيعي وجد لا مناص من أنه يتخذ قرارات عل وعسى أنه تهدئ بعد إذنك. نعم. تهدئ الشارع العراقي لبعد حين. لا عفوا، هو ديراهن أنه المواطن العراقي بسيط وتفكيره ضحل. لا ما مو لا لا لا, لا 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 نستطيع لا نس سواء كان السيد العبادي ولا غيره لا يستطيع أن يراهن إلا بقوة شعبه، لأنه رأس مال أي قائد، رأس مال أي متصدي للوزارة إلا أن يؤمن بقدرات شعبه، لأنه هو أصلا من هذا المكان، فبالتالي من هذه الجموع، فبالتالي هذه ليست من صالح السيد العبادي ولا حتى غير العبادي. والحقيقة خليني أذكرك وأذكر سادة المشاهدين بقضية، أن أولى الخطوات التي تقدم بها قبل مظاهرة السيد العبادي هي الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني لدائرة مستديرة لخطوط الدولة وسياسة الدولة ووضع سياسة الدولة بعد العيد الفطر. خليني والحقيقة هذا هو المشروع، هو ليس جديدا، هذا أصلا هو مشروع
دعا إلى حزب المشروع الوطني العراقي، والسيد أمين العام لحزب المشروع الشيخ جمال الضاري قد تحدث لهذه الدعوة، لدعوة الحوار الوطني الخالص في بغداد، وجميع المشتركين في العملية السياسية الجلوس إليه. ولكن أقول أن دعوة السيد العبادي الآن أين ذهبت؟ هل يتذكرها أحد؟ طيب ما أريد أسأل كم سؤال يعني، خليني أنتقل. مو أنا حتى أربط بعملية الفساد، بمعنى أن ليس هناك استراتيجية واضحة للخطوات التي للحكومة بشكل عام، لا أقول العبادي. طيب سيد العبادي ما سأل نفس حزب الدعوة صار لك كم، هاي الولاية الثالثة حاكم العراق، إذا ماكو استراتيجية ورؤية للدولة وماكو دستور شلون كانوا يحكمون البلد؟ خليني أذهب إلى أنسى الفكرة، أنسى الفكرة، في أنه المظاهرات هي التي عجلت من قرارات السيد. طيب العبادي، خليني أذهب إلى السيد حسين آسف أستاذ حسين، خليني أذهب، يعني عندنا مداخلة هاتفية مع الأستاذ حسان الشمري المستشار رئيس الوزراء العراقي ومستعجل. أستاذ حسان مرحبا بك. أهلا ومرحبا، حياكم الله. حياك الله. أنا قدامي تصريح لك يعني كشفت عن أنه رئيس الوزراء راح يحيل ثلاث وزراء و12 مدير عام ومصرف أهلي، وحيلوا اليوم لهيئة النزاهة على خلفية فساد في عقود المدارس. هاي يعني العراق فقط هذولا؟ لا عزيزي، أنت أشرت في من خلال حديثك بأنه خاص في بناء المدارس، يعني قضايا ملفات هي يعني مستمرة، يعني دام نظرنا إلى حجم الفساد ما قبل عام 2014، الفساد ضرب الدولة العراقية وكان أحد أسباب انهيار العراق أمام تنظيمات داعش الإرهابية هو هذا الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة. اليوم صرح رئيس الوزراء من خلال مؤتمره الصحفي بإحالة 5000 مسؤول إلى هيئة النزاهة، وأيضا صدور أوامر قبض بحق 300، وأيضا الأرقام التي تحدث عنها في ما يرتبط بمكافحة الفساد. ولذلك الملفات لا تقتصر فقط على، لكن هذه تم استكمال الإجراءات فيها، خصوصا وأن ملف بناء المدارس هو من ضمن الملفات التي أحالها مجلس الوزراء. خلينا أرجع بالزمن أربع سنوات، 50,000 فضائي شنو وضعهم من حالة، وهمي أنا يعني عرف منه المسؤول عنهم؟ هذه تتبع الوزارات، وكم تم اتخاذ الإجراءات فيما يرتبط بالموظفين الوهميين. يعني إذا ما كنت تقرأ قبل أيام بالتحديد، صدر أمر من قبل السلطة القضائية بإحالة أو الحكم على 10 موظفين في وزارة الصحة، عينوا ما يقارب 150 موظف فضائي. وصلتنا. ولذلك الإجراءات متخذة، نعم فضائيين، ولذلك إجراءات متخذة حسب الوزارات التي أعادت يعني تقييم موظفيها على وفق نظام إلكتروني. طيب لكن احنا بالنسبه لنا يعني ما شفنا خلال اربع سنوات يعني ضربات قاسمه، يعني مجرد الان في نهايه دوره، يعني هناك تسويق للحصول على دوره ثانيه، يعني ترى كافح الفساد اختصاص هيئه النزاهه والقضاء. وين دور هذا الكلام؟ سياسي اكثر ما هو كلام اعلامي، يعني بالتحديد من يتبنى مثل هكذا طروحات فعليه أن يراجع هيئة النزاهة وما صدر عن هيئة النزاهة والملفات التي تم إحالتها. يعني لو على فرضية طرح رئيس الوزراء الملفات ما قبل الانتخابات، ماذا يمكن أن يقول؟ سيقولون استهداف سياسي وأن هناك حملة انتخابية. لذلك أنا لا أمضي مع هذه الطروحات التي تتبناها القوى السياسية، الأهم أن نبدأ بالفساد. لا مو أنا أستاذ حسان، أنا متابع قبل الانتخابات. قبل الانتخابات أكو خبرين هم يعني نزلت. دعني أكمل الفكرة. فلا تركز على فقط بناء المدارس، يعني أنت تتغاضى عن 5,000 إحالة لمسؤولين وتركز فقط على بناء المدارس. الملفات تباعا وما قبل عام 2014، هنا أعطيك الاختلاف. قبل 2014 كانت الملفات تحول إلى النزاهة إلى
السلطة القضائية وفيها الكثير من الثغرات القانونية. الآن يعني لا نتحدث عن اليوم ما صدر، بل يعني حتى ملف بناء المدارس هذا تم العمل عليه ما يقارب العام، عام مضى يعني، حتى تستكمل كل الإجراءات التي لا يمكن أن ينفذ من خلالها الفاسد. لذلك يعني القضية هي مو قضية أنه مجرد إنسان مشبوه وتودع في قضايا التحقيق وبالتالي يعني. أستاذ إحسان، أستاذ إحسان قبل ما تغادرنا بس أسألك سؤال. أستاذ إحسان، قبل الانتخابات بالضبط، قبل الانتخابات بالضبط أعلن عن جلب السوداني، وأيضا اللي كان واحد كان يشتغل بالأمان العام لوزارة الدفاع، هذا توقيت. وهسه الآن قبل ما الآن الاستعدادات من يكون رئيس الوزراء أيضا نزلت هاي القوائم، يعني شنو ما تريدني أشوف؟ قضية الاسترداد عزيزي، أنت لو تقرأ على الاسترداد يعني استرداد المتهمين، القضايا المتأدية في قضايا الاسترداد والمطلوبين، أنا أتمنى تقرأ أكو رسالة ماجستير في القانون من جامعة بغداد نوقشت، يعني حتى ما تتهمني، يعني أنا أتحدث لك عن صفتي الأكاديمية. أقرأ شوف قانون الاسترداد شلون يتم، يعني هو مو توقيتات خاصة بالحكومة العراقية، أصلا قضية استرداد المطلوبين الاثنين كثير من الدفوعات السياسية أنه تم إطلاق سراحهم ما راح يجون. فالقضية يا عزيزي هي إجراءات قانونية، أما تحاول أن توصف بأنه ما قبل الانتخابات استردينا اثنين متهمين، ما قبل الحكومة القادمة تم إطلاقها، هذا الموضوع مرتبط بالجانب القانوني واستكمال الإجراءات. إذا كان الموضوع في الانتخابات، إذا كان الموضوع في الانتخابات فكان دولة أن يقدم مثلا الأسماء المطروحة حاليا أو غيرها من الأسماء. يعني إحنا أيضا أشكرك أستاذ إحسان، وأيضا نأمل أنه في زمن سيد العبادي تم إقالة وزيرين، يعني إحنا نريد نشوف إقالتهم تمت على أي أساس. يعني سحب يد، لا تنسى سحب يد، سحب يد سحب وزير يد آخر. لا يستطيع. هسه هاي شغله سحب يد هاي جديده علينا. شكرك استاذ احسان الشمري مستشار رئيس الوزراء العراق، شكرا جزيلا لك. اذهب الى الاستاذ حسين الجاف المحلل السياسي. الاستاذ حسين، سمعت يعني سيد احسان الشمري يقول لك هاي احنا بدنا نشتغل ليل نهار. نعم، الحقيقه انا اتعجب يعني ليش تطلع على شكل جرعات، يعني بعدين على وش رئيس الوزراء يعلنها؟ هذه المسائل قضايا إجرائية قانونية أصولية تروح للنزاهة، النزاهة أو من ينطق باسمه يقول. ليش رئيس الوزراء يطلع في مؤتمر ويعلنها كأنما هي فت مسألة يعني لصالح، يعني كأنما فت خطوة باتجاه التصحيح؟ لا، هذه مو خطوة باتجاه التصحيح. احنا نريد الآن يستجيب لمطالب الحراك الشعبي في إزالة الفاسدين وتقديمهم من خلال النزاهة. النزاهة تقرر هؤلاء مجرمين أو مذنبين أو ما شاك أو خلاف ذلك، وليس من خلال مؤتمر صحفي. أنا أريده هو يقدم لنا الآن شنو المكتسبات التي وعد بتحقيقها لجماهير العراق، والآن ده يوعد لكنه لحد الآن ما تحقق شيء على أرض الواقع. اللي يروحون يشوفون دولة رئيس الوزراء يطلعون متفائلين، لكن بعد يومين ثلاثة يشوفون الوعود اللي وعدوا بها ذهبت أدراج الرياح. بعدين هو الرجل أيضا الآن مكبل من جهات دولية، من البنك الدولي أنه اللي حرم على الميزانية الموازنة الجديدة إجراء أي تعيين أو أي تخصيصات للتعيين إلى سنتين او اربع سنوات. طيب طيب استاذ حسين، احنا هذه المسائل هاي انا دا اقرا بالخبر واحنا غير متاكدين من انها سوف تتحقق للمواطنين الذين خرجوا في الحراك الجماهيري. بعدين الحراك الجماهيري ترى مو من اجل المكاسب. نعم، انا دا اقرا بالخبر يعني مال رئاسه الوزراء في موضوع الفساد والمسؤولين. يقول لك ان الخطوه جاءت كمحاوله لتنفيذ توصيات مرجعيه النجف الدينيه. والله اذا كان يسمعون يعني هيك يسمعون من المرجعيه، فاحنا نقول للمرجعيه قولوا لهم يعني ليش ياكلون اموال الشعب، قولوا لهم ليش هالظلم اللي انتشر. هذا محاوله اللعب يعني واستخدام توظيف المرجعيه في محاوله تنويم الشعوب، يعني على اي اساس؟
المرجعية هي مرجعية رشيدة لعبت الدور المهم والبارز خلال 14 سنة في يعني الحقيقة هي صمام أمان العراقيين، نقولها بدون مجاملة. لكن إحنا ليش ننتظر المرجعية تزج نفسها بهالمناطق الساخنة دون أن تقوم هي الدولة بتشخيص الفاسدين وإخراج غير الأكفاء من الدوائر، وأن تطرح على الجمهور الملفات اللي الآن مثبتة على الكثير من أعضاء الحكومات السابقة والحالية أيضا. مو أن نزج المرجعية في كل حالة، مرجعية عندها واجباتها الدينية الكبيرة اللي تخص العراق والدول المجاورة أيضا، لكن مو إحنا نزجها نخليها هي تصرح بهذه المسائل وإحنا كحكومة عراقية عندنا سلطة هي اللي يجب أن تؤشر الفاسدين وتقدمهم للمحاكمات للمحاكمة وللجهات اللي راح تسألهم. إحنا ليش نزج المرجعية طيب رشيدة؟ ليش ما يكون عندنا أيضا قرارنا الإداري والسياسي لتحديد الجهات التي خربت خلال 14 سنة و 15 سنة الماضية؟ خليني أذهب إلى دكتور مظفر. طيب دكتور مظفر، قلت جاءت كمحاولة تنفيذ توصيات المرجعية النجف الدينية. أنا من يحكي لي هيك شيء؟ أنا على وش لعد المرجعية توصيك حتى أنت تسوي؟ لا والله أنا أجيب واحد من المرجعية، من المرجعية يصير رئيس وزراء هو يدلش حتى أفتهم. أيوه. وأروح أمين القاسم الفهداء وقاسم الفهداء، وليش ما هو كهرباء؟ أروح العبد الملك السعدي هم أقول له ويجي عين واحد من عنده. نعم. هاي دولة هاي؟ نعم. شوف سيدي، بداية يعني مثل ما تفضل الأخ ضيفك الكريم في أنه المرجعية أدت دورها وأكثر من بعد 2003 لحد هذا اليوم، ولكن وفي أحد الخطب للمرجعية قالت بح صوتنا، المرجعية قالت، وفي خطبة بعد بح صوتنا قالت لا أستقبل أي من السياسيين العراقيين في لدار السيد السيستاني، بمعنى أنه المرجعية هي الوحيدة التي أظهرت بوضوح وبشكل واضح وجلي من أن أداء السياسيين العراقيين هو أداء ضعيفا وأداء لا يرقى إلى طموحات لا الشعب العراقي أولا ولا حتى المرجعية ثانيا. وبالتالي أنا أعتقد يعني على الحكومة أنه تعمل دورها، يعني مثل ما يقال بالمثل الشعبي الحلال بين والحرام بين، يعني دور الدولة هو في توفير خدمات الناس، دور الدولة في استتباب الأمن، دور الدولة في مكافحة الفساد، دور الدولة في رعاية الأيتام، دور الدولة في وجود تعليم تربوي صالح، دور الدولة في إيجاد جسور وطن، هذا دور الدولة. عفوا أستاذ دكتور مظفر، ما أنا يا أما دولة الولي الفقيه، لا لا أنا مستبعد، لا لا أنا مستبعد، لا 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 إنه عملية قفز، لا يجوز المسؤول يحاول يقفز. لا لا هذه شوف سيدي، الآن لا ننكر، لا نستطيع أن ننكر حقيقة إنه جميع العاملين بالعملية السياسية الآن يتصيدون ما قدر الإمكان في الماء العكر للجو العراقي المتكدر، وبالتالي السيد العبادي وغير السيد العبادي، وهو من حقه الشرعي بالمناسبة، يعني هو حقه أنه يطمح في أن يكون في ولاية ثانية. هذا أنا وين أريد أوصل بيك؟ أوصل أني أنه السيد العبادي يقول كانت محاولة لتنفيذ توصيات المرجعية. يا محتجين، أنا إذا أستجيب للمرجعية أنتوا ليش طالعين علي؟ قعدوا ببيتكم. مو أنا بدي أوصل لك إلها. هو بنفس الجواب ده أقول. نعم. أنه يعني السيد العبادي وغيره، يعني ليس فقط السيد العبادي، أنه يحاول يعني قبل فترة احنا تحدثنا على أنه الإجراءات جميع الوزارات عملت على تشكيل لجان أزمة، خلية أزمة لتقديم الخدمات العامة، سواء كان بالكهرباء ولا بالماء ولا بالطاقة ولا بأمانة بغداد ولا بأي. طيب كل هاي الوزارات وين كان شغلها؟ ليش ما كانت تقدم يعني خدمات؟ ليش بعد ما طلعت الناس لمظاهرات للشارع يلا طلعت هذه الوزارات؟ بما معنى الآن هذه واحد. ثانيا ليش الآن كل الآن يعني مستنفر في سبيل إرضاء الشعب؟ لأنه الآن الانتخابات نتائج العدو الفرز على الأبواب وتشكيل الحكومة على الأبواب، وبالتالي كل هذه عملية إرضاء للوصول إلى، يعني هو إذا فعلا صادق بهسه ويشتغل فهذا يشتغل بالدفعة مثل ما يقول بالعراقي. يعني طبعا للأسف الشديد
للأسف الشديد كل عملنا من 2003 لحد الآن هو جاء يعني مصطلح الدفعة مالتك حلو، ولكن أنا أقول بالدفعة التوافقات. يعني الأحزاب المتنفذة في السلطة العراقية بعد 2003 كانت تعمل بدفعات وفق مصالحها الذاتية ووفق مآربها الخاصة، وبالتالي هاي الدفعات أو الدفعة اللي انتردتها بالشعبية العراقية هي لتحقيق مصالح معينة لهذا الحزب ولذاك، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا الآن. وأنا الحقيقة يعني أنا مستبشر خيرا وإن كانت هاي الظلامية اللي موجودة. أنا أعتقد ومن خلفي المشروع الوطني العراقي أنه بخروج المتظاهرين، بخروج الشعب العراقي الصابر المكابر للشارع وإعلان رأيه بشكل صريح أمام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، أنا أعتقد هو دق ناقوس الخطر. طيب. وبالتالي سوف يكون جميع من يتصدى للعملية السياسية حذر لإرضاء هذا الشعب. طيب. أذهب إلى أستاذ حسين الجاف المحلل السياسي. أستاذ حسين، كل الكلام اللي قاله وسيد العبادي يعني مثل ما يقول شاطر بهذا الموضوع أنه راح نسوي لكم وهذا ما يصير هيك شيء، الشعب متأذي، لكن على أرض الواقع الشباب ما مقتنعين ولا بكلمة من اللي دي يقول السيد العبادي. الحقيقة هي أزمة مصداقية بصراحة. الآن الحراك دي يتطور يوم على يوم بعد ما شافوا هناك تلكؤ أو عدم تنفيذ للوعود. الآن أولا توسعت رقعة التظاهرات، دخلت محافظات ما كانت بها ذاك التحسس من وجود الحكومة، الآن توسعت بقعة المظاهرات. الآن المنطقة الغربية راح تطلع تظاهر، المنطقة الغربية أيضا عندها مطالبها وعندها مصالحها وعندها توجهاتها، وأكو هناك تلكؤ في إعادة التعمير وفي إعادة النازحين إلى مناطقهم. الآن ترى هي القطعة، الآن رقعة التظاهر راح أنا في تقديري خلال الأسابيع القادمة إلى أن تشكل الحكومة المنشودة أو الموعودة راح يكون هناك تظاهر أوسع، ويمكن راح يشمل العراق من أقصى. أستاذ حسين يعني عوفك من النفط، أستاذ حسين مستشرية عوفك من النفط، الشركات العالمية واقفة على الحدود، واقفة على الحدود تريد تدخل تتمنى أو تشتغل وتبني وقصط لها على التقسيط المريح، لكن المشكلة الثلة الموجودة بالمنطقة الخضراء. نعم. يريدون حصة. نعم هذه معروفة، يعني حتى شكت منها الشركات الأجنبية وقرينا في الصحافة العالمية أنه فلان وزير أو فلان جهة تريد من عندها حصة معينة أو ما يخلوه تشتغل بدعاوى وذرائع مختلفة. وبعدين إحنا الآن خلينا نشوف التجربة المصرية، التجربة المصرية يعني أكو عندهم شعار في مصر استثمر في مصر. الآن ديش النوبة يعني طلعوا قبل فترة طلعوا فد بيان في مصر قالوا احنا شلنا الإجراءات الروتينية من 88 توقيع سوينا فقط 6 تواقيع، لأن كل جهة تمر عليها الجهة المستثمرة تريد منها نوع من المساعدة ونوع من الحصة. الآن احنا اختصار إجراءات الاستثمار وإناطتها بجماعة مهنية كفأة حتى تراقب المشهد وما تخلي يد الفساد المستشري الآن في كل دوائر الدولة، ولن أبرئ منها أحدا حتى إلا من رحم ربك، وأعتقد حتى اللي يرحم بربك هم قليلين جدا على ضوء ما نشاهده من استغلال وابتزاز واستثمار لغير مشروع للمستثمرين الذين يتقدمون. طيب استاذ حسين يعني اريد اسالك اكو مؤسسات كامله هي فضائيه، مؤسسه السجناء السياسيين. نعم. يصير احنا عندنا بزمان صدام حسين. نعم. نقولها 60,000 سجين سياسي. نعم. وين اكو هاي، وين اكو؟ نعم 60,000. نعم نعم
لا يمكن أن تدقق في المسألة عادية إذا صار بها تدقيق، لكنه ما أكو سجناء سياسيين نعم أكو، أكو مضطهدين نعم أكو، لكنه أنت هنا اعتراضك أنت على العدد، العدد يمكن أن يدقق من خلال لجان. طيب بعد 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 2003 أستاذ حسين، بعد 2003 كم كم شخص سجنوه 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين وتعذيب وبعدين طلع بريء، هذا مو 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 سجن سياسي؟ هذا من حقه أن يطالب الدولة بالتعويض، حتى لو يوم ينسجن عادي يكون موجودة، بس لأنه الآن المؤسسة التنفيذية غير مستقرة وخاضعة لما تعرفه من ابتزاز ومن فساد، ما أعتقد يقدر هذا المواطن البريء اللي دخل السجن نتيجة وشاية أو نتيجة جهات معينة أو ما يسمى بالمخبر السري. نعم. فأعتقد هذول من حقهم في حالة ثبوت براءتهم قضائيا أن يقاضون الدولة. خليك ويا أستاذ. نعم. نعم. خليك خليني أنتقل للدكتور مظفر. طيب دكتور مظفر، السجناء السياسيين. نعم. أنا مع الدكتور مظفر، العفو أستاذ حسين، سجناء سياسيين معتقلين. نعم. يعني الضرر بزمن النظام السابق، الجهاد اللي كان يعني اللي كان بأوروبا رجع ويريد كل ذيك الوجود بأوروبا، يريد خدمة جهادية، هم تعال انطي راتب جماعة رفح انطيهم راتب. هاي النخبة اللي اجت بعد الاحتلال اللي لا زالوا حتى من يسرق يروح يبني ببلد الثاني، جواز الثاني يبني، يعني حتى من يسرق ما يبني بالعراق، هذول شلون نقدر نتخلص منهم؟ شوف سيدي، يعني بعد 2003 جاء بالعديد من الأشخاص، يعني منهم من كان على مظلمة كبيرة ومنهم من ادعى هذه المظلمة الحقيقة، حتى نكون يعني منصفين. والحراك السياسي كله بعد 2003 شاب الكثير من الفساد. لا بس ترجع للنقطة هذه، شيء واحد راد يصير بطل ومناضل، يعني شي العلاقة روح صير بطل ومناضل. لا مو أنا حتى أوصلك للي تريده أنت. فشاب العديد من الفساد واستشرى هذا الفساد في كل مؤسسات الدولة وفي كل وزارات الدولة، واحدة من هذه الفساد هو فيما يتعلق بالسجناء السياسيين وما يتعلق بالأجور العظيمة والمكافآت العظيمة اللي ما يحلم بها وزراء في بلدان متقدمة، لأن العائلة الواحدة يعني تأخذ 10 رواتب لأنهم هم من رفحة خدمة جهادية وما شابه ذلك. أقول هذا نتاج الفساد اللي تربع على عرش العراق من بعد 2003 إلى اليوم. الآن لا توجد هناك عصا سحرية، لا توجد عصا سحرية لا عند العبادي ولا عندك ولا عندي ولا عند مجلس النواب حتى القادم الذي سوف يتشكل، خاصة هو يعني للأسف الشديد سوف يأتي من 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 من, من عملية انتخابية شابهة. العصا السحرية موجودة بالبصرة، لا توجد عصا سحرية إلا عند المواطن العراقي عندما يظهر إلى الشارع ويطالب بحقه، وهذه العصا السحرية هي الحقيقة قد الآن بدأت واضحة المعالم واستدركت الحكومة فيما بعد الحقيقة لأثرها الواضح. والحقيقة حتى نعطي الكل ذي حق حقه، كانت هناك مظاهرات في 2015 عندما 2016-2015 عندما اقتحم المتظاهرون مجلس النواب، ولو أخذت تلك المظاهرة محمل الجد ووصلت إلى ما وصلت، أنا أعتقد كان المشهد العراقي كله تغير، ولكن للأسف الشديد قيضت تلك المظاهرة وبالتالي استبدلت إلى 7 وزارات. ما هناك يحاولون يأخذوها هسه. الآن أكو هناك عمامة حاولت السيطرة عليها، هسه العصائب يريدون يطلعون تظاهرة، ائتلاف الفتح يريد يطلع تظاهرة. لا هو يعني شبكة الإعلام العراقية طلعت مظاهرة. أي شفتها؟ يعني قصدي يعني هذا أيضا أكو دليل آخر من أنه الجميع لا يستطيع أن يغادر أهمية مطالبات الشارع العراقي ومطالبات المتظاهرين، وأنا أعتقد هذا أمر في غاية الأهمية سيد الكريم. يعني الآن لما العدو والصديق، المستفيد وغير المستفيد، السياسي وغير السياسي، يعتقد بل يؤمن ولا يمكن أن يغادر إلا أن يلبي
متطلبات المتظاهرين. أنا أعتقد هذا أمر دكتور مظفر ذكرت شبكة الإعلام العراقي ميزانيتها أعلى من ميزانية الام بي سي، وبالنتيجة شو تطلع لنا؟ مو هذا تطلع لنا كل هناك اكو فيلم تسجيلي واحد بعثي دا يعذب بواحد، واكو يعني مقابر جماعية، واكو امرأة تبكي. لا مو شبكة، هذا مؤامرة على الوطن. شبكة الإعلام العراقي، شبكة الإعلام العراقية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد العارمة في العراق. يعني لا نستطيع أن نستثني شبكة الإعلام العراقية ولا دائرة الضرائب ولا دائرة الأراضي ولا العديد من الجامعات الفاسدة ولا العديد من قوى الأمن الفاسدة، بما معنى أن الفساد في العراق قد ضرب أطنابه. وهذا أمر يعني ليس من العبقرية بمكان، لا من عندي ولا من عندك. الآن احنا طيب. نقول انه العراق فيه فساد، لانه اصلا بالإحصاء العالمي انه العراق يقف في المرتبة الاولى او الثانية بالفساد في العالم. خلينا نذهب استاذ حسين رجاف. استاذ حسين، يعني الظل اللي امسكوا بزمام الامور، يعني مرات احد يشوف الميزانية الانفجارية لو منطينها الاعداء العراق وقال لهم اصرفوا على العراق كان صرفوا افضل. هذه الطريقة اللي ما يجدها إلا أذكياء في عملية تبديد الأموال، خلاص يعني الأمور يعني راح تتغير حكومة وكل شيء ينتهي لو فلوس العراق، يعني شلون يعني راحت وخلاص. الحقيقة لا يوجد حل لهذه الأزمات كلها إلا عن طريق تفعيل المؤسسة القضائية. هسه صار وكالة بدون بواب، يبوق 100 مليون، بعدين يحكموه بسبع سنوات سجن. حقيقة هذا نهائيا الحكم ما يناسب مطلقا الجريمة هذه. يروح يسجلها باسم قرايبه ويوديها برا الخارج. لا استاذ حسين، اكو ورقة صادرة من القضاء معروفة فارضين عليه غرامة 2000 نعم. دينار عراقي. نعم. اكو واحد فارضين عليه غرامة 2000 دينار عراقي. نعم. اي هو ماخذ له 100 مليون مثلا. اي تصير هذه. انا الحقيقه دورات اتفاجئ انا شخصيا اشوف دورات سبتايتلات تم القبض على موظفه في دائره البلديه في فلان منطقه متهمه بالرشوه، ماخذه 25,000 دينار من مواطن لتسهيل مهمه غير قانونيه، مسألة غير قانونية. زين احنا هذه لزمناها، لكن ذول الحيتان الفساد الكبيرة المستشرية الآن في كل الوزارات ولن أبرئ منهم أحدا. نعم. زين هؤلاء متى يحاسبون؟ هؤلاء متى يوضع القيد في أيديهم ويطلعون بالتلفزيون يقولون هؤلاء سرقوا المال العام؟ وهؤلاء أغلب اللي يسرقون المال العام يدعون أنهم ناس يمشون على مبادئ الرسول ومبادئ آل البيت، بحيث طلعت هوسه الآن في البصرة يقول ها شلون تأيد حيدر. نعم. وانت تبوق بيت المال، يعني العالم شنو معناها؟ أستاذ يعني حسين، هذه الأغطية اللي بعض الفاسدين يحاولون أن يطلعون بها للمشهد. نعم. الآن انكشفت وأن المرجعية رشيدة وضعت إيدها عليهم وقالت ترى إحنا مو يا الفاسدين. نعم. أشكر أستاذ حسين الجاف المحلل. نعم. السياسي، حدثتنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. بكلمات هذا الحل لما هو موجود الآن. ذكر ضيفك الكريم أن الحل في القضاء. أنا أعتقد الحل ليس في القضاء فحسب، الحل في مجلس الوزراء، في السلطة التنفيذية، وفي السلطة القضائية، وفي السلطة التشريعية. والحل لا يمكن أن يكون على طرف واحد إلا بتضافر الجهود اللي موجودة. والحل كما أسلفت حضرتك قلت العصا السحرية في الشارع، أنا أعتقد هي العصا السحرية الحقيقية. نعم. شكرا. هي لدى الشعب العراقي. شكرا دكتور مظفر الطيب المتحدث باسم المشروع الوطني العراقي، حدثتنا من عمان. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدي الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.